سؤالي الأول ليك بالتأكيد يخص عمر فرج لاعب نادي الزمالك الجديد، اللاعب اللي أنت اشتغلت معاه، عايزين نعرف منك أبرز مميزاته وهل هو صفقة ناجحة لنادي الزمالك؟ Yes, first I want to say نعم، I'm really في happy البداية for أود أن أقول أني سعيد جدا للحديث عن عمر. He's a very unselfish and humble person. أستطيع أن So I أقول أن عمر congratulate him. لاعب مؤثر ولاعب يحظى بشعبية جيدة، أعتقد أنها صفقة جيدة لنادي الزمالك.